ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ليذكر أولو الألباب، احنا جالسين الآن في هذا المجلس الآن، منا أولو الألباب ومنا غير أولو الألباب، منا من سمع فيعتبر فيتعظ فيعمل، ومنا من يستمع ولا يعتبر ولا يطعم ولا يعمل ويخرج من المسجد كما دخل. لكن يوم القيامة ليس لكم على الله ملامة، ليس لكم عند الله حجة. سيقول لك الله عز وجل: أما قرأت إنا أنذرناكم عذابا قريبا؟ أما قرأتها؟ سيذكرك الله بهذا المجلس الذي نجلسه الآن، يقول لك: ما جلست يوم كذا في مكان كذا وقرئ عليك كذا وعلمت كذا وفهمت كذا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. العذاب قريب، وإن توهم الناس أنه بعيد يحسبونه بعيد، ولكن عند الله عز وجل هو قريب. قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. جاء، أتى، استعمل الله عز وجل صيغة الماضي، الفعل الماضي، والماضي لا يستعمل إلا فيما هو قد انتهى، لكن الله قالها: أتى أمر الله، أي أتى يوم القيامة. هو أتى يوم القيامة؟ ما أتى، لكن الله استعمل الماضي ليقول لك هو قادم قريب، وكأنه أتى وانتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين منذ أكثر من 1400 سنة، فالقيامة قريبة. لا بس لسه علامات القيامة بدتش، لسه ما زال في فرصة، ما ظهرتش العلامات الكبرى. صحيح العلامات الصغرى ظهرت، لكن العلامات الكبرى ما ظهرت. يا مسكين الذي لا تعرفه أن القيامة قد تكون الآن في هذه الليلة. كيف يا شيخ؟ أول شيء نحن لسنا في يوم جمعة، والقيامة تكون يوم الجمعة، صح؟ ثاني شيء أنه ما زال الشمس لم تشرق من المغرب، ولم ينزل المسيح الدجال. طب ما هو يا مسكين، من مات فقد قامت قيامته. ما هو القيامة بالنسبة لك يا ساعة الموت بتاعتك، والموت قد يأتي الآن، ومن مات قامت قيامته. هي القيامة إيه بالنسبة لك؟ القيامة مش ليست واحدة لكل الناس، قيامة مختلفة. قيامتي قد تكون قبل قيامتي، أو قيامتك قبل قيامتي. من مات قامت قيامته. إذن إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إذا مت انتهت، ما في عمل، قامت القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده. والله يا أخواني نأتي يوم القيامة، تنظر أيمن منك فلا تجد إلا ما قدمت، تنظر أشهر منك بصارك لا تجد إلا ما قدمت، وبعدها تنظر أمامك فتجد النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمل العمل العمل، حين تحمل إلى القبر كل الناس يرجعون. والله ابنك يرجع، وزوجك يرجع، وأبوك يرجع، وأمك ترجع، وصاحبك يرجع، وحبيبك يرجع. هل سمعتم عن أحد دخل مع أحد في القبر؟ ما الذي يدخل؟ العمل هو الذي يدخل معه. إن كان صالحا آنسك وجالسك وهون عليك، تقول: من أنت الذي آنسني الله به؟ آنس الله وحشتك. يقول: أنا عملك الصالح في الدنيا، لا تعرفني؟ أنا صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، أنا عملك الصالح في الدنيا. وإن كان العمل سيء والعياذ بالله، يدخل على صاحبه في القبر فيقول له في أنتن ريحة وأسوأ منظر، فيقول له: من أنت الذي أوحشني الله به؟ زادك الله وحشة على وحشة. فيقول: ألا تعرفني؟ أنا عملك الخبيث في الدنيا. العمل يا إخواني، العمل العمل. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، والله ما يبقى إلا العمل، والله ما يدخل معك إلا العمل، والله ما ينجيك إلا العمل، والله ما يهلكك إلا العمل. نعم، هو كل شيء عملك. تنظر أيمن منك فلا تجد إلا ما قدمت، أي ما عمل. تنظر أشأن منك فلا تجد إلا ما قدمت. تستغيث بمين؟ هو العمل. فإما أن يكون صالحا وإما أن يكون طالحا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر يتمنى يوم القيامة أن لو كان ترابا. ذلك أنا ضربت لكم مثال فيما مضى بالشيخ الذي يركب الحمار، فقال له شاب لم يهذب: يا أيها الشيخ، أيهما أفضل، أنت أم الحمار؟ فسكت. قلت لكم قبل، لو سئلت هذا السؤال ماذا تقول؟ أنت أفضل ولا الحمار؟ تفتك به. لكن الشيخ سكت
ثم فكر وقال أيها الشام لئن أنا نجوت من على الصراط ودخلت الجنة فأنا أفضل من الحمار ولئن أنا وقعت من على الصراط في النار فالحمار أفضل مني. لذلك انتبهوا يا إخوان، أفضليتنا في تكريم الله لنا ولقد كرمنا بني آدم، لكن ما تظن أنك أفضل ما خلق الله؟ العبرة هناك. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، إيه أنا أحسن ولا التراب؟ أنا أحسن ولا البهيمة؟ فالشيخ كان منطقيا، ليه؟ لأن الحمار يوم القيامة يأتي، فالله عز وجل يأتي به فيموت، سيختص البهائم من بعضها، يأتي يوم القيامة بالشاة القرناء كانت تمطح الجلحاء في الدنيا، فيختص الله للجلحاء التي ليس لها قرون من ذات القرون التي كانت تمطحها في الدنيا، ثم بعدها يقول الله كونوا ترابا خلاص. لكن الذي كان مكذبا بآيات الله الذي سيدخل النار سيقضي الله عز وجل ويقتص منه، ثم يقول له يا أهل النار خلودا بلا موت، عذاب في عذاب في عذاب، فأيهما أحسن؟ البهائم أفضل. الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. أنا لما أشوف هذه الآية أخواني، الكافر يقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، تعرفوا التقي يقول في الدنيا يا ليتني كنت ترابا، الكافر يقولها يوم القيامة، التقي يقولها في الدنيا خوفا من الله عز وجل. لذلك سيدنا أبو بكر وهو من هو، شفت سيدنا أبو بكر كان يرد عنه وعن سيدنا عمر كذلك أنه يقول يا ليتني كنت تبنا تداس بالأقدام، تداس بالأقدام. أبو بكر مبشر بالجنة وعمر مبشر بالجنة، وهم من هم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبهم وفي فضلهم ما قال، ويقول يا ليتني كنت تبنا تداس بالأقدام، وسيدنا عمر يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. جربت مرة تقول هذا؟ في حد فينا في مرة كده قال يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت بهيمة، يا ليتني كنت تبنا، يا ليتني كنت سيارة، يا ليتني كنت أي شيء؟ لماذا؟ خوفا من الله عز وجل. هذا ليس عيب لأنهم قالوها، أما الكافر أما الفاجر أما غير التقي يقولها يوم القيامة، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فنسأل الله أن نكون ممن يقولها في الدنيا ولا يقولها في الآخرة. وبعد أحبابنا، انتهينا من الصورة لكن كلام الله لا ينتهي، انتهينا من الصورة ومن الكلام عنها لكن بقيت العبرة، بقيت العظة، بقيت الموعظة التي نأخذ بها. هل ذكر الله كل ذلك لنا لنتسلى؟ هل هي حكاية تحكى، قصة تقص، رواية تزاع على الناس؟ هل هو خبر حتى نجلس الآن فنتخيل ما شاء الله أهل الجنة ينعمون في الجنة وما تخيلت أنك تكون منهم، وما رجوت الله أن تكون منهم، وما سألت الله أن تكون منهم، وما عملت لأن تكون منهم، وتسمع عن أهل النار وتقول والعياذ بالله أهل النار يعذبون، أهل النار يحترقون يصرخون، وأنت هل تخيلت أنك ممكن أن تكون منهم؟ يمكن أن تكون من هؤلاء؟ ماذا فعلت لتبعد نفسك عن النار؟ ماذا فعلت لتهرب من النار؟ يا إخواني هذا الكلام للموعظة للعبرة بعدما سمعنا ما سمعنا وقلنا ما قلنا. ينبغي على كل عاقل على كل ذي لب على كل ذي فهم أن يرجع إلى بيته فيسأل الله أن يجيره من النار وأن يدخله من النار، أن يرجع إلى بيته فيراجع أعماله، يراجع حياته، يراجع ما يقدم في كل يوم، هل هذا يؤهلني للجنة ويبعدني عن النار، أم هذا والعياذ بالله يدخلني إلى النار؟ أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يديرنا وإياكم من النار ومن عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مقبولا، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض، اللهم ارحمنا إذا دنا الرحيل،
وأزف التحويل واشتد علينا الصراخ والعوير. اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا نودي على الطبيب فقلت إني فعال لما أريد. اللهم ارحمنا إذا شخصت العينان وبردت القدمان وارتخت اليدان. اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفلونا وارحمنا إذا على الأعناق حملونا وفي التراب وارونا. اللهم ارحمنا إذا غلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. اللهم إذا كان منكرا ونكيرا فألقي علينا السؤال. اللهم ألهمنا الجواب. اللهم ألهمنا الجواب. اللهم إنا قرأنا الليلة عن حال أهل النار ورجوناك أن تجيرنا من النار فأجرنا اللهم من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا علمنا أن من استجار بك من النار ثلاثا قالت النار. اللهم أجره من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار وحرم شعورنا على النار وحرم أبشارنا على النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأعتق رقاب مشايخنا ورقاب معلمينا ورقاب من له حق علينا ورقاب المسلمين أجمعين. اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنك قلت إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. اللهم لا تجعلنا من الطاغين لا تجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. اللهم إنا قرأنا الليلة عن أهل الجنة وقرأنا كلامك وأنت تقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللهم إنا قرأناها واشتاقت نفوسنا إلى الجنة. اللهم لا تحرمنا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يا رب نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة. علمنا أن من سألك الجنة ثلاثا قالت الجنة. اللهم أدخله الجنة. فاللهم أدخلنا الجنة. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من أهل النعيم. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك. اللهم اجعلنا من أهل كرامتك. اللهم اجعلنا من تنادي عليهم يا أهل الجنة ألا أزيدكم ألا أعطيكم ألا أمنحكم ألا أحبوكم. فنقول جعل الله وإياكم من أهل الجنة. نقول ربنا وأي عطاء بعدما أعطيتنا فقد منحتنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء. ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا الجنة؟ فتقول وعزتك وحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعدها أبدا. فاللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم وأنت تقول لهم يا عبادي ألا أزيدكم ألا أحبوكم ألا أعطيكم ألا أمنحكم. فنقول جعلنا الله وإياكم منهم. كيف ربنا وقد منحتنا الرضوان الأكبر فلا تسقط علينا بعده أبدا. فتقول وعزتك أزيل الحجاب بيني وبينكم وأبيحكم النظر إلى وجهي الكريم. فيا الله يا الله يا الله لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. يا الله ما الذي ينازل قلوبا تتنظر برؤيتك يا أكرم الأكرمين. لا تحرمنا النظرة في جنات النعيم. نظر وجوهنا برؤيتك. لا تحجبنا عنك يا رب وعزتك. ما في الجنة نعيم يباهي النظر إلى وجهك الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اجعلنا منهم يا رب. اللهم إنا نعوذ بك أن تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نشهدك أننا لا نستحق النظر إلى وجهك الكريم لكننا طامعون في رحمتك طامعون في فضلك طامعون في كرمك طامعون في رحمتك. فلا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ارض عنا الليلة يا رب. اللهم ارض عنا الليلة. اللهم اجعلها ساعة رضاك. اللهم اجعلها ساعة رضاك عنا يا رب. اللهم لا نفيد من هذا المسجد إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا نتقطع أعتاب هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ومحوت خطايانا.
اللهم لا نتخطى عتاب هذا المسجد إلا وقد ناديت أفيض عبادي فقد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب نحن حفنا قليلا من خلقك، نحن عدد قليل اجتمعنا في بيت من بيوتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو جنتك ونخشى نارك. اللهم إنا عبيدك سوانا كثير ولكن ليس لنا رب سواك، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. إن لم ترحمنا الليلة فمتى ترحمنا؟ إن لم تغفر لنا ونحن في بيت من بيوتك فأين تغفر لنا؟ كلا وعزتك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا خالق لنا غيرك فنرجوه. إن أطعناك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصيناك فبجهلنا ولك علينا الحجة. فنسألك اللهم ألا تعيدنا إلى بيوتنا وعلينا ذنب ولا خطيئة. اللهم لا تدخلنا على أبنائنا بذنوبنا يا رب، اللهم لا تدخلنا على أبنائنا بصحائفنا السوداء، بيضها الآن يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، تجلى علينا الليلة يا رب، اللهم تجلى علينا الليلة برحمتك. اللهم إنا علمنا أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمتك، فأفض علينا من رحمتك وانشر علينا من فضلك حتى تجعلنا من أهل جنتك. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين. يا رب لا تسئنا في أبنائنا، لا تسئنا في بناتنا، نعوذ بك أن ندخل الجنة ويدخل أبناؤنا النار، نعوذ بك أن ندخل الجنة وتدخل بناتنا إلى النار. أدخلنا الجنة مع أبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا يا رب، أدخلنا الجنة جماعة جماعة يا رب العالمين، أدخلنا الجنة مع من نحب. اللهم شفعنا في أبنائنا وشفع أبناءنا فينا، اللهم شفعنا في بناتنا وشفع بناتنا فينا، شفعنا في آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. ارضى عنا جميعا واقبلنا جميعا يا رب، هل المسيء منا للمحسن، واقبلنا جميعا في دار كرامتك في دار رضوانك يا رب العالمين. اللهم ونسألك ألا أن تحسن ختامنا يا رب، نسألك حسن الخاتمة، اللهم لا تسئ خاتمتنا يا رب، نعوذ بك أن نكون محمودون عند الناس في حياتنا ونكون وتسيئنا عند موتنا أو تفضحنا عند وفاتنا. لا تفضحنا عند الموت، سترتنا في حياتنا فاسترنا عند الموت يا رب، أحسن ختامنا يا رب، لا يأتينا ملك الموت إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا حتى ترينا مقعدنا في الجنة، اللهم لا تمتنا حتى ترينا مقعدنا في الجنة، واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. اللهم هذا دعاؤنا وعليك إجابتنا، هذا جهدنا وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن نفسي ومن الشيطان، والله رسوله من وراء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.